وسبحان الله ثمة لطيفة، وهي أن العفو عفو العبد عن الناس مجلبة للعزة له، كلما زاد العبد عفوا زاد عزا. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولعل هذه لطيفة قد يكون قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالعفو لا يزيد من يعفو إلا عزا، لا يزيد من يعفو إلا عزا، لأن من ينتقم، وتنبه لذلك، من ينتقم ممن أساء إليه ماذا يريد بالانتقام؟ من ينتقم ممن يسيء إليه ماذا يريد بالانتقام؟ يريد العز، يريد العز، ما يريد أن يكون ذليلا يساء إليه، يظلم، يبغى عليه، فيريد العز فينتقم منه طلبا للعز. لكن من عفا وإن كان صورة العفو في الظاهر، صورة العفو في الظاهر نوع من الذل، إلا أنها هي العز حقيقة، إلا أنها هي العز حقيقة. ومن يعفو عن الناس في أي مقام، في أي مقام مهما كان المقام، لا يزداد بالعفو إلا عزا. وليتنا والله نعقل ذلك، لا يزداد بالعفو إلا عزا. أما إذا عمل على الانتقام فهذا العمل الذي هو في الظاهر يطلب فيه العز لا يكسب عزا، بل لا يكسب العز إلا بالعفو، ولا يزداد عزا إلا بالعفو. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني أن العفو كلما كان من العبد زاد عزا ورفعة وتوفيقا، لأنه عمل يحبه رب العالمين. يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم.